للجميع في هذا الفيديو الجديد على القناة. الآن يعني بعد أن اجتزتم الامتحان الكتابي بشقيه الديداكتيك ثم مادة التخصص، فالناجحون إن شاء الله في هذا الامتحان الكتابي سيكونون يعني مدعوون لاجتياز امتحان جفوي أو لونتروتيان أورال اللي غيكون يعني المرحلة النهائية ديال النجاح وآخر مرحلة يعني غدوزها باش تنجح وتولي يعني أستاذ وتمشي للمراكز الجهوية للتربية والتكوين. إذا في هذا الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غنحاول نهضر لكم على الشفوي من بعد ما طلبوه مني بزاف ديال الناس في لي كومونتير ديال الفيديو اللي الماضيين، يعني غنحاول نهضر على هذا الشفوي هذا كيفاش كيكون، كيفاش كيدوز، شنو هما المسائل اللي كتركز عليهم اللجنة واللي كتنقط عليهم، وكذلك يعني علاش كيكون المواضيع ديال هذا الشفوي هذا. اذا الان بالنسبه للتوقيت المخصص لكل مترشح في هذا الامتحان هذا فكيكون غالبا اكثر من نصف ساعه، تقدر تكون نص ساعه، تقدر تكون 40 دقيقه، تقدر تكون 50، يعني ما كتفوتش ساعه وما كتفوتش او عفوا 50 دقيقه وما كتنزلش على 30 دقيقه. وكاين المترشحين اللي العام الفايت ولا العام اللي قبل منه بقاو لي اكثر من ساعه، يعني هنا حسب اللجنه، ولكن قانونيا هو ان يتجاوز ان لا تتجاوز المده 50 دقيقه ثم ان لا تنزل على 30 دقيقه، يعني هذا هو الجدول الزمنيه المخصصه لهذا الامتحان الشفوي. بالنسبه لشبكات التنقيط ولا الامور اللي كتركز عليهم اللجنه نهار الشفوي، فكاين واحد كبيره ما يتعلق بعرض المؤهلات الشخصيه، يعني الهيئه والهندام، يعني خاصك تلبس مزيان وتكون مهتم بالنظافه الهندام ديالك، ثم القدره على التعبير باللغه العربيه، يعني تكون قد انك تعبر بلغه عربيه فصيحه ومفهومه، كذلك التعبير باللغات الاجنبيه، يعني تعبر بالانجليزي وكذلك بالفرنسي بواحد الطريقه اللي هي يعني مفهومه بريسيز ايكلير، ثم كذلك القدره على استعمال وتوظيف الاعلاميات، يعني تكون قد انك تستعمل الاعلاميات وهذا الشيء ديال الوورد الاكسل باوربوينت، يعني ما يتعلق بالاعلاميات بهذه الامور اللي هي بسيطه في الاعلاميات، ماشي شي امور اللي هي كبيره. ثانيا كبيره كتركز عليها اللجنه هي التمكن من مجال التخصص، يعني تكون ضابط المجال ديال التخصص ديالك بهذا المفهوم هذا، يجب ان تتحكم في مجال التخصص اللي هي المواد او اللغه ديال التدريس، يعني الماده اللي عندكم انتما هي اللغه الفرنسيه واللغه ديال التدريس هي اللغه الفرنسيه، يعني تكون عندك لا كومونيكاسيون زوينه، واخا تكون عندك لا برونونسياسيون خايبه مي لا كومونيكاسيون خاصك يعني تكون عندك ديجا واحد لا كومبيتونس مزيانه فيها. ثم كذلك الماده ديالك، يعني تكون عارف داكشي ديال لا كونجيكيزون، داكشي ديال ليستوار، داكشي ديال لي فيغور دو ستيل، يعني جميع الدروس ديال التخصص اللي انت وجدتيهم الكتابي فهما صالحين لك كذلك باش تدوز الشفوي. ثم ثالثا كبيره كتركز عليها اللجنه هي الكفايات التواصليه، يعني واش انت قادر على الانصات وتقبل راي الاخر، يعني واش انت كتصنت كتقبل الراي ديالهم الى عطاوك ولا صحوا لك شي معلومه، يعني ما كتبينش مثلا الى شدوا فيك ولا الى قالوا لك شي كلمه خايبه، يعني ما كتبينش ديك النزعه العنيفه اللي لداخل ديالك، يعني كتقبل داك الشيء براحه وباحترام. ثم كذلك القدره على التبليغ بلغه التدريس، يعني تكون خاص تكون قادر انك تبلغ داكشي اللي غتقول باللغه التدريس ديالك اللي هي اللغه الفرنسيه، ثم وضوح الافكار وانسجامها، يعني داكشي اللي كتقول خاصو يكون واضح ومنسجم، ثم القدره على الاقناع، يعني خاص تكون قاد انك يعني تقنع اللجنه. دونك هذه ثالثا كبيره. رابعا كبيره هي الاستعدادات المهنيه. الاستعدادات المهنيه هي اش؟ الاطلاع على مستجدات نظام التربيه والتكوين، يعني تكون على اطلاع بكل ما هو مستجد في هذا النظام ديال التربيه والتكوين في المغرب، مدى الاحاطه بعلوم التربيه وطرق التدريس، يعني خاصك تكون محاط تعرف هذا الشيء اللي يتعلق بعلوم التربيه وطرق التدريس الى غير ذلك، مدى الالمام بوظائف ومهام المدرس، يعني خاصك تعرف الوظائف والمهام اللي خاص الاستاذ يديرها في المؤسسه ماشي غير التدريس فقط، ثم مدى الحافزيه لممارسه المهنه المنتظره، يعني خاصك تكون تبين لهم انك محفز وانك موتيفي باش انك تمارس التعليم، يعني هاد النقاط كاملين هما اللي كيركزوا عليهم. وهاد الشبكه هذه ديال التنقيط، هاد النقاط اللي ذكرت لكم دابا غندير لكم الصوره ديالهم ولا الشبكه ديالهم لتحت اسفل الفيديو في لي كومونتير، يعني هاد العناصر هما اللي كتركز عليهم اللجنه وكتشوفهم وكتنقط كل عنصر، يعني كيعطيوه واحد البريم ديال النقاط غتشوفوه في لاكغي اللي غنحط لكم في لابواط دي كومونتير. اما بخصوص النسبه المئويه اللي كيشكلها الامتحان الشفوي في الامتحان ككل، ف
ما عنديش اخبار يعني صحيحة اللي نقدر نفيدكم بها، وانما انا متأكد ان النسبة المئوية ديال الكتابي كتكون اكثر من النسبة المئوية ديال الشفوي. وقيلا الشفوي كيشكل 40% والكتابي 60، او لا الشفوي 38 والكتابي 62. مي ما متأكدش من هذه المعلومات، ولكن الحاجة اللي متأكد منها في هذا القطي هذا هي ان النقطة ديال الكتابي كتكون عندها معامل اكثر من المعامل اللي كيكون في النقطة ديال الشفوي. يعني لا الا 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 خرجتي ما صيبتي ما 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 جاوبتيش مزيان في الشفوي، هذا الشيء ما كيعنيش انك صافي غتستسلم، وانما راه يقدر الكتابي اللي عندك فيها نقطه مزيانه تقدر تنجح واخا ما جاوبتيش مزيان في الشفوي. والعكس صحيح، يعني كاين اللي ما كيجاوبش مزيان في الكتابي وفي الشفوي كيجاوب مزيان، وبالتالي يعني كيعوض ليه الكتابي الشفوي، الشفوي الكتابي عفوا. يعني هنا النقطة النسبة المئوية ديال الشفوي ما متأكدش منها 100%، مي راه الحاجة اللي متأكد منها هي أن الكتابي النسبة المئوية اللي كيمثلها أكثر من النسبة المئوية اللي كيمثلها امتحان الشفوي. بخصوص يعني الأشياء اللي خاصك توجدها للامتحان الشفوي إذا بغيتي توجد ليه، يعني راه هي نفس الأشياء اللي وجدتيها للكتابي. خاصك تكون يعني حافظ او لا عارف مراجع مزيان للدروس ديال التخصص كلهم، يعني داك اللينغويستيك، ناراتولوجي، ستيليستيك، لينغويستيك، الغرامير، الكونجيزون، اي حاجه في التخصص، ليستوار، ليتيراتور، يعني اي حاجه تكون موجدها وتكون عارفها وتكون ضبطها. يعني ثم كذلك الديداكتيك، راه بعض المرات كيقول لك مثلا كيعطيك واحد النص وكيقول لك مثلا فاش يمكننا نستعملوه هذا النص هذا في اش من درس مثلا، ولا كيف يمكننا استعمال هذا النص من اجل انجاز درس. وانت يعني كتعطيهم واحد البلانيفيكاسيون ديال الانفيش، يعني شفويا هكا كتقول مثلا فين يمكننا وكيفاش يمكننا نستعمل واحد هذاك النص باش نصوبوا الدرس مثلا، وتعطيهم لوجيكتيف ديال الدرس. يعني هنا كيختبروك في الديداكتيك. التخصص كما قلنا راه كيختبروا في كل شيء، ما هو نظري يعني داكشي ديال ستيليستيك، ناراتولوجي، لينغويستيك، ليتيراتور، يعني اي حاجه من الدروس ديال التحضير حتى الدروس ديال لافاك راه يمكن يطرحوا لك فيها السؤال. ثم كذلك علوم التربيه خاص بعدا في هذا الشيء اللي داز، راه كتكون علوم التربيه هذا العام ما نعرفش، يعني علوم التربيه خاصك تكون عارفها، تكون ضابطها، تكون يعني كتفهم مهام التدريس، المستجدات ديال التربية والتكوين، أي حاجة كتعلق بعلوم التربية تكون عارفها، وهذا الشيء كيكون باللغة العربية، حيث دائما علوم التربية كتكون باللغة العربية، داك الشيء الآخر ديال التخصص والديداكتيك كيكون باللغة الفرنسية. إذا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، كنتمنى أنني نكون أعطيتكم إفادة وإضافة فيما يخص هذا الموضوع ديال الامتحان الشفوي، وفي فيديو جديد إن شاء الله غادي نهضر لكم على التجربة ديالي في الشفوي، وكذلك كيفاش يعني كيدوزو كيكون هاد لونتروتيان اورال، كيفاش شنو هو المراحل اللي كيدوز منها، والاشياء اللي كيشرحوا اللي كيعطيوها مثلا كوم دي كيستيون في هذا الامتحان. وشكرا لكم مجددا على المتابعة وعلى المشاهدة، وكذلك المشاركة القناة مع الاصدقاء. فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد حول القناة، والى اللقاء في فيديو جديد.